بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر أرحب فيكم معنا اليوم في هذا الحدث القريب من القلب، سباق القفاص تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وإن شاء الله نكون على أهب الاستعداد من قبل هذا الاجتماع مع شركائنا الاستراتيجيين والوقوف على آخر المستجدات تنظيم هذا الحدث لكي يظهر بصورة دائمة للفعاليات الرياضية التي تقام في إمارة دبي. من هذا المنبر أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم وشارك معنا في هذا الحدث المهم وتنظيم هذا الحدث المهم، وكذلك أتمنى السلامة لكل من ساهم وشارك في هذا السباق.